شو اكلت قبل ما تيجي على ريد كاربت؟ انا اكلت في الاوتيل مرتين لغايه دلوقتي من امبارح. اكلت ايه؟ انا اكلت كل حاجه. لا شو قلت الاكل حلو قوي، مش هقول اسمه طبعا عشان الاعلان، بس الاكل حلو قوي. والله كباب ميرو صراحه. والله العظيم اخذت ساندوتش جيت صحتين. حبيبي يا احمد، بعدين حنتعشى سوا. يلا انا جاهز. والله لو شو حتعشيني؟ لو تروح من جده وما تتعشى معي ازعل منك. لا هي كاميرا اي تي بالعربي، شو حتعشيني؟ بروست منسف. بفكر اكلت منسف، يعني منسف مع لحمي مع هيك اكل طيب كتير. يما علي انت قادر تنفس هلا؟ لا صراحه لا. انا اكلت مطبق ومعص. Oh, I ate avocado. I ate gluten-free bread. I ate a cheese omelet. I ate fruits. I ate olives. Then fresh orange juice. That's it, I think. That's very healthy. Are you following a strict diet? Because I see you lost so much weight. No. Yeah, I barely can breathe. بدي أسألكم، الناس كلها عم تيجي متحمسة تأكل الأكل السعودي، شو أكلتوا قبل ما تيجوا على الريد كاربت؟ أنا ما أكلت بعد قهوة، بس أنت أكلت حاجة؟ لا ما أكلتش برضو، فطرت بس. خلص نروح ناكل أنا وناكل بعد. والله أكلت الأول؟ أكلت البيك. والله صحتين. لا أنا فطرت بس. فطرتي؟ ولا لقمة. بدنا نفوت البدلة. ريم انت شو اكلت؟ والله لا ما اكلنا. بصراحه انا عامل دايت على طول، فباكل حاجات، واكل سوتيه ولحمه وكده. طيب فيجيتابل سوب. اكلت هيك شيء 6 10 حلوه، 6 10 بطاطا مقليه، تفاحه. بس جريل سالمون. بعد ما اكلت بصراحه، لانه واصله من الطياره حطينا الدرس وجينا، بس اكيد بدي اكل كبسه. يعني هيدي قلت له لجمال، انت بتعرف وين المطاعم الطيبين؟ بدنا ناكل كبسه ان شاء الله. اكيد القهوه العرب السعوديه مش معقول. شو هي القهوه الشقره؟ فاليوم يعني في هيك بنات من الفانز بعتولي، فقاعده عم بشرب فيهم.